الكلب الطماع. يحكى أن ذات يوم كان هناك كلب سرق قطعة من اللحم من أحد المنازل، ثم هرب مسرعا حتى لا يلحق به أحدا. أخذ الكلب يركض ويركض حتى وصل إلى النهر، وحاول عبوره ليصل إلى منزله ويستمتع هناك بأكل قطعة اللحم. نظر الكلب إلى النهر فوجد انعكاس صورته في الماء، فظن أن هناك كلبا آخر يحمل قطعة أخرى من اللحم، فقرر الكلب الطماع أن يأخذ قطعة اللحم من فم هذا الكلب. وبمجرد أن لمس وجهه الماء إذا بقطعة اللحم تقع من فمه وتسير في مجرى النهر. حاول الكلب الطماع استرجاع قطعة اللحم من المجرى، ولكنه لم يستطع ذلك، وخسر قطعة اللحم بسبب طمعه وجشعه.